هذا المهرجان اللي حرصنا كمكتب ومجلس مقاطعة الحي المحمدي أننا نخلقوه واللي غيولي تقليد سنوي إن شاء الله، واللي الآن بادي ربما بشكل مصغر، ولكن كنوعدكم بأنه غيولي تقليد سنوي وغادي يكبر إن شاء الله وغنفتحوا على جميع الروافد ديال الظاهرة ديال المجموعات. الهدف من تنظيم هذا المهرجان هو أن الحي المحمدي مهد لهذه الظاهرة، واللي منه خرجوا اغلب المجموعات الغنائية اللي كتتسم بهذه الميزة ديال المجموعات، واللي بغينا نثبتوه ومن خلاله نعرفوا اكثر بالحي المحمدي وبثقافة الحي المحمدي، واللي ما لا ان هذا المهرجان غيولي واحد الرافد سياحي لمنطقة الحي المحمدي وكيعرف اكثر بالجوانب اخرى اللي كنشتغلوا عليها كذلك في الحي المحمدي. وبهذا الاطار فاحنا برنامجنا فيه مجموعه من البرامج من خلال السهرات، غتكون الافتتاح اللي هو يوم الغد ان شاء الله، واللي غيكون بافتتاح مجموعه ناس الغيوان. كذلك عندنا في اليوم الثاني احنا قسمنا السهرات ما بين مجموعات سميناهم مجموعات استمراريه ومجموعات الرواد. الرواد هما الفرق الاصليه اللي هي تقادة سهام المشاهد متناول، اللي غتكون السهره ديالهم يوم الاحد، وكذلك السهره ديال يوم السبت سميناها سهره الاستمراريه، وهي المجموعات اللي خدت على عاتقها انها تواصل التجربه ديال المجموعات وتحييها وتستمر فيها، واللي هما كذلك احتضناهم وغتكون عندهم سهره ديالهم خاصه، بالاضافه للندوات اللي الهدف منها هو اننا نعرفوا بهذه الظاهره ونستنبطوا منها مجموعه من الافكار ومجموعه من القيم، اللي من خلالها لما لا ان في نهايه هذا المهرجان غنخرجوا بكتيب اللي كيعرفوا اللي غيوليو الطلبه الباحثين مرجع لهم كذلك في هذا المجال. فهذا هو الاساس. انا ملي قلت لك عندنا سهره الاستمراريه فاحنا اهتمينا كذلك باش يصعد، لان يعني كاين مجموعه من المجموعات باقي ما كيعرفوهاش الناس، وتا هي غاده في هذا السياق، فاحنا خلقنا لها سهره خاصة بها اللي هي باش نعرفوا بها سواء عند الجمهور الحي المحمدي او الجمهور الوطني. وحنا كذلك داخل المقاطعة حنا فاتحين معهد موسيقي وفاتحين لجميع المجموعات التدريبات ديالهم والتعداد ديالهم. الهدف اللي عندنا كمقاطعة بشكل اساسي هو ان نعرفوا بالرواد، ولكن الاساس هو الاستمرار، واللي نزيدك ان حنا حتى الاطفال دايرين لهم حصة خاصة في مخيم الحضري مدمنو كمقاطعة، حصة خاصة فيها الرسومات وفيها الابداعات ديالهم في هذا المجال باش نمضي دائما الماضي بالحاضر. والاحساس ديالي هو احساس ديال كافة ماشي يعني المعجبين يعني حتى التمالة بالظاهرة الغيوانية والظاهرة المجموعاتية، بالناس الغيوان، جلالان، مشاهب، السهام، تقادة، جميع الفرق. عندك نسى شي أم سناوة، عندك نسى شي واحد، على أين هو هذا؟ بعد أولا يوم تاريخي لأن لأول مرة سينظم مهرجان بالحي المحمدي، القلعة الصامدة ديال الثقافه وديال التراث اللامادي، ماشي ديال الحي المحمدي، ديال المغرب كامل، بحيث اقتضى نظر المقاطعات الحي المحمدي باش تنظم هذا المهرجان تحت شعار الوفاء لخمسين سنه من العطاء، والشعار يختزل كل شيء، لان شنو القيمه المهمه ديالنا باش اللي كدير التماسك الاجتماعي هي الوفاء. غرسوا فاكلنا فنغرسوا فياكلون، هذا الوفاء هذه هي واحد القيمه اللي خصها تمشي للاجيال كامله، بان راه كانوا ناس اللي هما رفعوا رايه المغرب ماشي رايه الحي المحمدي عالميا، بحيث الان اخر ما كاين الان يلا خرجت واحد الكتاب في جامعه نونت حول الظاهره الغيوانيه ناس الغيوانيه الغولين ستون دافريك، وكان معنا هنا يلا قلع اليوم من مراكش كان معنا باحث امريكي سميتو بن جوز اللي وجه خصيصا للحي المحمدي باش يبحث في الظاهره ويبحث في ناس الغيوان ويبحث كل الفروق ديال الظاهره. فهذا هذا 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 راه يعني شرف للمغاربه كاملين، لانه كنقولوا هذا الفن هذا 50 سنه باش يدوم الا ما كانش اصيل ولا ما كانش الاصاله في الفن والابداع، وهي نظريه قائمه الذات لها روادها، بحيث الابداع ابداع والفن الفن، وما يمكنش يدوم هذا الابداع الا ما كانش مبني على اصاله. احنا جيت السعداء صراحه، هذا حلم تحقق اليوم، حلم ديال طبعا احنا الجيل الثاني او الجيل الثالث ديال الرواد ديال المؤسسين ديال الدائره او النمط المجموعاتي. احنا الجيل الثاني او الثالث، احنا جيت السعداء، حلم اكثر من 30 عام، انا 46 عام في عمري، يعني حلم اكثر من 30 عام. احنا زدنا مع الوقت اللي تزادت الدائره المجموعاتيه النمط المجموعاتي، احنا زدنا 76، حلم زدنا مع النمط قد كبرنا وطلعنا في النمط بحكم الانتماء ديالنا الحي محمدي وحكم الانتماء ديالنا الاسره الفنيه، اسره السوزدي المرحوم محمد السوزدي الله يرحمه، احد الرواد واحد مؤسسي الاغنيه المجموعاتيه.
احنا سعداء، قلت لك هذا حلم تحقق، لان كل شيء كان كيتساءل. احنا كنشوفوا مع المهرجانات بسلا، كنشوفوا في مراكش مع كامل احترامات هذه المدن، وهذا يعني امتداد للابداع ديال الحي المحمدي واعتراف بالابداعات ديال الحي المحمدي وبالمجموعات وبالمورود الثقافي ديال الحي المحمدي. هذا جميل جدا، ولكن كنظن باللي احنا ما غنعاتبوش دابا، احنا زيد سعداء فرحانين بهاد البادره الاولى، بهاد يعني الدورة الأولى للمهرجان. نتمنى أنها تستمر، تلقى واحد اهتمام أكبر. هذه بداية، ما غاديش نعاتبو، ما غاديش بزاف الأشياء كاينة، يعني ما هناك عديد ما يقال، ولكن احنا جيت سعداء بأننا داخل الحي المحمدي، الرقعة ديالنا مع أولاد الحي، مع لا جماعتان ولا فاعلين جمعويين ولا مجموعات غنائية، والهواة والناس اللي حاملين مشعل، الناس كنقولوا يعني استمرارية داخل الحي المحمدي ولاد الحي. احنا جيت سعداء.